السلام عليكم. السلام عليكم. نحن جئنا إلى هنا تلبية لدعوة كريمة من عشائرنا في هذه المنطقة، ونحن جزء، ولنثبت مدى الأخوة والترابط الأخوي بين هذه العشائر. نحن هنا منطقتنا منطقة طيبة، عشنا فيها وأجدادنا عاشوا فيها، ولن نتأثر بأي موقف سياسي، وليس لنا أي ارتباط مع أي جهة سياسية. نحن عشائر نعيش هنا بأمان، متحابين، متعاونين، متآخين منذ آلاف السنين نحن في هذه المنطقة، ولن نتأثر ولن نقبل أحد يفرق بيننا أو يقسمنا أو يزايد علينا لأي موقف سياسي. نحن جهة عشائرية، وتحالف عشائر غرب نينوى يهدف بالأساس إلى لم الشمل وإلى التعاون السلمي والتعايش السلمي وإعطاء كل ذي حق حقه واحترام متبادل، وهذه هي أهدافنا. نحن لا نتأثر بأي موقف سياسي أو بأي جهة سياسية، وهذا السبب جئنا لنوطد أواصر المحبة والأخوة والتعاون بيننا بعد ما مرينا فترة مظلمة، وأكثر نقول بالعامية أكثر هذه الوجوه عزيزة علينا ما قدرنا نشوفها، واليوم فرحنا كبير أنه تواجهنا وعزاء علينا. ماكو تفرقة بيننا نهائي، لا نقبل تفرقة، لا نقبل طائفية، لا نقبل مذهبية، لا نقبل سياسية ولا حزبية ولا هذا. نحن عشائر، هذه طبيعتنا، وهدفنا انه نتواصل ونتعاون ونتخاوى، وهذا هدفنا. منطقتنا نحن نحميها، نحن محترمين بها، نحن نعيش بها، نريد نطور منطقتنا، نعيش مثل ما الناس المتقدمه تعيش. احنا ما التفرقه والتجزئه والمشاكل واثاره النعرات ترجعنا الى قرون ما قبل التاريخ. وسلامتكم. الدسبيكم خير هاتنا ودكن. الجورب سيارة إيروك وحاضر بونا مال فيدري الفي مؤتمر إذا، وحاضر بونا همو أطراف حاضر بوين، وكا قبائل شمر، قبائل عربية جندد ومداري شنغالي، عشائر إدوان، عشائر وجهاء وشيوخة الأحفر، الشيعة من الأحفر، أجهزات أمني وكا أمن الوطني وكا مخابرات وكا جيش عراقي وكا حشد شعبي إيرو أم أطراف مول فيدري حاضر بونا أو جيب هدفك أو هدف جي كواف برياري الناف بين حكومتها عراقي وحكومتها باشوري كردستان نسر شنغالي دايم أم دي جي فان بريارة دارت كفن أف بريار جي إش بداية هتانا كي بنهاية ويجينا القور مصلحة شنغالينا خلقي شنغالي وخلقي منطقة إيرو كاربن أو كارن خوب ريفا ببن حماية خوبكن يا بشا يا جشا أسايشات إزيد خاني همو هزي ميت أمني إيرو الشنغالي دانا أو جي منذو جزء قنش منظومة أمني عراقي إيرو أم أفد فردت حاضر بون أم كارن خوب ريفا ببن أم كارن حماية خوبكن أم كارن تعايش سلمي ناف برا خوفان إنساني شريف دا نكو إنساني شوينا آلية داعش أو إنسان مرفوض نش قبله مهام واجهه وان المنطقة جدنينا إيرو غاية في حاضر بونا في ملتي همول فيدري سر في هدفية كو حكومتها عراق ملتي شنغال البيش جافرة بقري إرادة ويناس بكا تضحيات وشهداء وتعب وكذا سر شنغال داي بيش جاف بقري نها ما سر مصالحي خويت سياسي وصراعات خويت حزبي إيرو بريارة سر شنغال بدن أو بريار جي نلقور مصلحة خلقي شنغالينا إش برفان تشتغل
داجي قال لك تقاري بيجي مؤتمر تحالف سهل نينوى وتلعفر وشنقال مظاهرة جي تشيبون وبيان جي تشيبون افتش هيش نايتا قبول كرن بلا حكومتا عراقي كرمك بيسر ما سيب خلقي منطقي داروني بقى هنا حلول نيد مشترك القور مصلحة خلقي شنقالي هنجي امي دسي خو بقنا دسي واندا وامي اول انسان يكوفان بريارا بيك بين القور مصلحة خلقي خو امي فان تشتا بيك بين تيجو حلا ويجي التاليا في مؤتمر بيانك مشترك وإيتا خواندين وهناك نقاط مشترك القور مصلحة منطقي من وبيامك بدنا حكومتا عراقي وهمو آليد معني وأفخل كي منطقة شنغالية فان تشتا قبولناك هدف ويجي بيان ويتا خواندين بيام جي ويتا خواندين شقبال إنسان يتحادر بو يتحادر جي نبوين أو جي هرف بدياري رانا أف بيان ويتا خواندين دنجي وان بغيت عالمك حسين سموم الشمري. نريد الجمعة الطيبة والأمان وتعايش وأخوة، ونريد أمان. احنا تسنى نمشي للموصل بالليل وبالنهار وعادي، نريد الأمان، ما نريد زعزعات. والحمد لله الزعزعات الأولى ما سوتنا الشيء. زين، ما هو نتيج زياركم لهم؟ ما هو نتيج؟ والله مع أخواننا الزيدية اجتماع، وعن هذا الشلات اللي تخبر تصير العصابات هذه، وقال ايه راحوا منا تخبر ناس وهيك ايه مطالبنا. نريد نعيش سوا ونريد الامان. اي والله ما عندنا اي مطالب. شكرا. يروم هاتنا فيدري الفيديو مقدس كومونا مال فيدري تعايش سلمي عربين جدينا تركمانين المنطقة دا همو دستكين وريد هذا تشجيهات تدخل فيدري بكين أم إيرو الفيدري كومبونا أم خلق منطقة شنغالي بعجة منطقة همونا دستكين ومرينا نتشجيا بي تدخلت خارجي بين فيدري أكا أقليم كردستان حكومة بغداية الفيدري أف خلق فيدري كيري خطي حماية خبكا منطقة قائمة قائمة شبا خداينا رايح موكايكا في أم بيك هادينا مخلق الشمر الفيدري وعربي منطقة حلاوي الفيدري همو هادينا الفيدري كومونا هركا سردينا برايديا كير وفرقا كسو تباين لي بيجي جدنينا ونا انتد جهت خارجي بكامنا نيدا فدني بكن الفيدري بكن جارك هديتر خلق الشنغالي منطقة تيراقو هايو بس يخوي نطلب من الحكومة المركزية أنه تنهي على الأمور اللي يصير بالبلة. نذبحوا ثلاثة من شمر طريق سنجار، ونرجو أنه ها يجيبون جيش ويأمنون من سنجار لمن ذيبان. السامان أمن روح، والشارع مكسر عندنا ودورنا مهدمة ومي حلو ما عندنا وأمان ما عندنا نهائيا. ما نقدر نروح بالليل على سنجار لو عندنا مريض، ما نقدر نروح. حنا أهالي قرية المذيبان، أنا من عشائر شمر محل فرحان عطية شمر، وهذه اللي نطالب الحكومة المركزية بتأمين الشارع وتصليح الشارع والقرية مهدمة ها، وأكو ناس فقراء ما يقدرون يعمرون بيوتها نهائيا. فنطلب من الحكومة المركزية ومن ها وضعنا هالشكل
اكو ناس المي عندنا 5 كيلوات المي الحلو بارة وسكينية ما يجرون مي، اكو ناس ما تشري حق المي ما عنده حق المي، اكو تام اكو ارامل اكو كذا اكو ناس ضعاف، ونطلب من الحكومة المركزية انه تجيب لنا مي وتعملنا الشارع مع سنجار ها ونذبحه 3 مشمر ووضعنا تحت الصفر. إيرو أم الفي جيه مقدس جيه برخوداني جيه كتنا مامي ما تفاقا إزي خاني أم قهشتي نياك أم سوز ددل سوز ددل إش قلي خراش إزي خانا خرا أم البي فكر وفلسفة مامي خبين أم اشتفاقا إزي ديابين دنجي مي إش قلي مر إزي خاني هم ويرا إيرو حسام بكين في رسالة موجهة إيرو ورن الآخا خبم نخوي الأرضي خبم نخوي أفكو إيرو وقت مؤتمرك الوي جي مقدس دي جي كتنا شهيد ما 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 أم ليكم بونا هكا أقليات محافظة موسل همونا هكا فلنا تركمان شبكانا إيزدين عرب همو ليكم بونا تفاق لني خود دانين دنگي خود گهين مرجعية بتدخل سريع وفوري داخل بمن اف قرارك مرفوضة قرارك وشي بوي نيفا اقليم كردستان وبغدادا اف شعبي شنقالب اقلياتها بسهل نينا وهمو في تشتيل رفضين خير هاتنا قناتي وقت. خداي مزنو دلوفان، أيها السادة الحضور الكرام، باسم عوائل شهدانا الأبطال وعشائر أهل سنجار نرحب بكم أجمل الترحيب. حضوركم الكريم محل الاعتزاز والاحترام. أيها السادة ندعوكم لوقف دقيقة الصمت أجلالا وأكراما لدماء شهدائنا وجميع شهداء العراق الذين دافعوا عن أرضهم وكرامتهم. شهيد روحنا يا ريامنا شهيد ساغن تجاري نامرن كرم كن ندعو الآن السيد حسين حجي باسم هيئة العشائر الإيزيدية في سنجار فليتفضل. أيها الأخوة أيها الضيوف الكرام، نرحب بكم بأجمل ترحيب. نرحب بالأخوة قبائل وعشائر العربية في منطقة سنجار، ونرحب بالأخوة شيوخ ووجهاء أهالي تل أحفر المحترمون، ونرحب بالأخوة قيادات العسكرية من جهاز الأمن الوطني العراقي وقيادات جيش العراق الباسل، ونرحب بضيوف الكرام أجمل ترحيب دون مسامات. أيها الأخوة الحضور، اليوم الغاية من هذا الجمع الكريم ومن هذا المؤتمر الفاضل هو توحيد الكلمة ووحدة الصف بين الأيزيدية وجميع الأخوة الموجودين من سهل نينوى إلى حدود بعاج. أيها الأخوة الأعزاء، كما تعلمون أن هناك مؤامرات تلقوا المؤامرات على هذه المنطقة الآمنة، الذين هم الآن يرون بأن هناك تحالف وتسامح وتعايش سلمي بين جميع الأخوة في قضاء سنجار وسهل نينوى. ولهذا السبب بين فترة وأخرى يأتون بمؤامرة
لزعزعة الأمن والاستقرار في منطقة سنجار. ونحن الحضور الكرام نكون بالمرصاد لهذه المؤامرات الدنيئة التي تأتي الفتن والانشقاق بين المكونات الموجودة في منطقة سنجار. أيها الإخوة، وكما ذكرنا يجب أن يكون هناك وحدة الكلمة ووحدة الصف بين جميع الإخوة لقطع دابر الطريق بين هؤلاء الخونة لزعزعة وزرع الفتنة بين أهالي المنطقة والانشقاق فيما بينهم. ونحن من البدء رحبنا بأجمل الترحيب، ورحبنا بالتعايش السلمي، ورحبنا بعودة الإخوان النازحين من جميع المكونات إلى مناطقهم، ما عدا هؤلاء الأشخاص الذين باعوا شرفهم وغيرتهم إلى دواعش الأندال. فلنقول أمام الجميع بأن هؤلاء الأندال ليس لهم مكان بيننا، وليأخذ القانون مجراه بحق هؤلاء الذين داسوا على الأرض فسادا، والذين بدوا بالتفرقة بين الأخوة المكونات الذين هم متعايشين منذ مئات السنين على هذه الجغرافية المباركة. فنحن لن نقبل أي تدخلات خارجية، إن كانت عربية، إن كانت كردية، إن كانت خارجية، لم نقبل تدخلات غير أهالي المنطقة في هذه المنطقة وهذه الجغرافية، بأن التدخلات الخارجية لم يأتينا بشيء غير الدمار والخراب والفتنة. فها الحضور الكرام هم اليوم متوحدين في كلمتهم ودفاعا عن أرضهم وعن شرفهم وعن أهلهم. أيها الأخوة الضيوف الكرام، كما تعلمون أن الاتفاق الأخير بين حكومة بغداد وحكومة أقليم كردستان في كافة بنودها وفي كافة مسمياتها ليس في مصلحة أهالي المنطقة، وإنما يريدون مرة ثانية إعادة القوات إلى هنا لزعزعة المنطقة. هل أهالي سنجار وسهل نينوى لا يكفون لحماية المنطقة؟ هل أهالي سنجار والعشائر العربية والتركمانية والمسيحية واليزيدية هم ليسوا أولى بحماية مناطقهم وفي تشكيل إداراتهم لخدمة أهلهم؟ وإنما يدل على المؤامرات وزعزعة المنطقة مرة ثانية ليكون هناك لهم موطئ قدم فيما بيننا. وهذا أبداً أبداً حلم لم يتحقق، وما عدة مرات وفي الإعلام يقولون أن هناك ليس هناك أمناً وأمان في سنجار، وهذا عاري عن الصحة جملة وتفصيلاً. وها 5 سنوات قد بدأت الأخوة الموجودين في أهالي سنجار متوحدين متكاتفين متسالمين فيما بينهم، وجميع الأخوة والقيادات العسكرية المنظومات الأمنية موجودة بسنجار، من الجيش العراقي، من جهاز الأمن الوطني، من المخابرات العراقية، من الأخوة الأعزاء الحشد الشعبي، من الشرطة المحلية. فلماذا كل هذا موجود ويقولون أنه لا يكون هناك أمان إلا بعودة البيشمركة؟ أيها الأخوة أدرسوا هذه الفقرة جيدا. لماذا؟ هل هذا ليس بتقليل من هيبة القوات الأمنية العراقية؟ هل هذه القوات الموجودة ومن ضمنها قوات اليبشة واليجشة، هل هؤلاء ليس باستطاعتهم حماية منطقتهم؟ نعم وألف نعم، ولن نقبل بوصاية من أي طرف آخر، ولم نقبل أي وصاية ولا إدارات خارجية خارج هذه الجمهور الكريم. هذا حق دستوري وحق قانوني أن نكون نحمي منطقتنا بكل مكوناتنا، ونشكل إداراتنا بإشراك جميع الأخوة.
وإنما هم لا يريدون هذه الاستقرار في هذه المنطقة لأبعاد سياسية وصراعات طائفية ومكتسبات انتخابية، ولهم غاية فنحن نكون بالمرصاد جميع هذه الغايات التي لا تخدم أهالي المنطقة. أخواني، نحن من هنا وكما قلنا سلفا نداعي ونطالب ببقاء الحشد الشعبي المقدس في مناطقنا، لأن هم أصلا ضحوا في المناطق الغربية ولحدود بعاج من قضاء فلوجة ولحدود قضاء سنجار، زالت دماؤهم الزكية دفاعا عن إخوانهم العرب واليزيدية والتركمان. فالغاية من القرار الأخير أو الاتفاق هو لإبعاد قوات الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية من سنجار، وإبعاد قواتنا اليبشة واليجشة الذين ضحوا بدمائهم والذين طهروا سنجار وأطراف سنجار من دنس داعش، اليوم يريدون إبعادهم عن الساحة السياسية وساعة حماية أهاليهم ومناطقهم. فنقول من هنا إلى الحكومة العراقية، نرجو أن لا تكون سنجار يبقى ساحة للصراعات السياسية على مصالحكم. إذا السيد رئيس الوزراء العراقي أن يكون له مكاسب فيكون مكاسب له من كركوك وأطراف كركوك، وليس في منطقة سنجار الآمنة المستقرة المتعايشة فيما بينهم. إنجازاتهم ومصالحهم لا يكون على معاناة أهالي سنجار، أن يكون في خدمة أهالي سنجار وعودة النازحين وتعويضهم وفتح المقابر الجماعية وعودة المفقودين والمفقودات وإنصاف الناجيات وإعمار البيوت، وليس في اتفاقيات على قطع طريق حرير إلى لبنان. فهذه الاتفاقية مجاملة سياسية على حساب المكونات اليزيدية الموجودة في سنجار. ولن نقبل دون إرادة أهالي سنجار ودون إرادة سهل نينوى ودون إرادة مكونات العربية المحترمة الموجودة في سنجار إشراكهم في القرار وأخذ إيراداتهم وأخذ رأيهم في هذا الموضوع. ونحن ليس ولن ضد نظام أو القانون أو الدستور، نحن أول من فرضنا فرض القانون في سنجار ونطبق كافة بنود الدستور والنظام، ولكن ليس يكون هناك حقنا مهمش ويفرضون علينا إفراضات على أرض الواقع وإملاءات من الخارج لكسب رضا بعض الدول الأقليمية والأوروبية لغرض هذا الاتفاق. والاتفاق كما ذكرنا أيها الأخوة أهدافه ظاهرة جدا وواضح، ولن نقبل بهذه الاتفاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر السيد حسين حجي بإلقاء كلمته. والآن معا ندعو السيد أبو سقر باسم أهالي القرى الحدودية بإلقاء كلمته، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور، نشكر حضوركم على هذا المؤتمر الذي ابتدأ في منطقة سنجار، هذه المنطقة التي متآخي فيها الشعوب بين العرب واليزيدية والأكراد والمقاومات الأخرى. فنحن الحمد لله بأمن وأمان، وموجود الجيش العراقي في المنطقة وجهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى، ولست بحاجة إلى صراع ثاني يذكرنا بعام 2014 بما حصل بأخواننا اليزيدية عندما تركوا سنجار وتركوا الشعب اليزيدي في سنجار من شيوخ ونساء، وحصل ما حصل، ولا نريد أن نتذكر تلك الفاجعة التي مرت على الشعب اليزيدي. فنحن الآن نحمد الله ونشكره بأمن وأمان، ولا نريد صراعات أخرى على منطقة سنجار، لأن نكتفي بالقوات الأمنية المتواجدة، ولا نريد أن يكون خلاف بيننا وبين كائن من يكون في هذه المنطقة. نحن نحمد الله إننا نتعايش بسلم مع المكونات الأخرى في منطقة سنجار، ولا نريد زعزعة في المنطقة أو صراعات أخرى تذكرنا بما مضى من أمور سلبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا على كلمة السيد أبو سقر. والآن ندعو السيد أبو زيد باسم أهالي شمر في أم ديبان، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بالضيوف الكرام المحترمين. يا أهلا وسهلا، حنا من أهالي شمر مجلس أم الذيبان، نرحب بالأخوان الضيوف شعبا، ويا أهلا وسهلا بالقوات الأمنية والجيش والحشد واليبشة وجميع الأطواف، ولا نقبل أحد يتدخل بشؤوننا الداخلية. إحنا أهل المنطقة أولى بها، أولى بها إن شاء الله. ونحمد الله ونشكره على هالجمعة المباركة الزينة اللي ترفع الرأس. ويا أهلا وسهلا، يا مرحبا زين. وحنا من أهالي أم الذيبان نرحب بالضيوف الكرام مرة ثانية، أقولها ويا أهلا وسهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على كلمة السيد أبو زيد. الآن باسم تحالف النينوى السيد أبو فارس، فليتفضل بإلقاء كلمته. باسم تحالف عشائر غرب نينوى، نقدر عاليا ونثمن كافة الجهود المبذولة لتوطيد السلام والعيش المشترك في أمان في منطقتنا، منطقة غرب نينوى. ونثمن ونقدر كل من يعمل على إرساء التعاون المجتمعي والتعاون والتآخي بين عشائرنا. نحن أخوة لا يفرقنا أحد، أجدادنا عاشوا في هذه المنطقة لسنين طويلة متآخين، ونحن سائرون على طريق أجدادنا. نحن عشائر كلها متآخية، ومجيئنا هذا اليوم لنثبت أننا أخوة مع إخوان اليزيدية والعشائر العربية والكل، لأن وجودنا وبقاءنا هو بالتعاون بيننا. إننا ندرك جيدا أيها الإخوة أن بقاءنا وعيشنا بسلام وأمان يرتبط ارتباطا وثيقا بتعاوننا وبث روح التعاون والتسامح فيما بيننا. ونشكر من قدم الدعوة لنا للحضور في هذا المكان، وبالتحديد الشيخ متعب القعيط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا على كلمة السيد أبو فارس. والآن ندعو السيد مطلق صالح باسم عشائر أم ديبان، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. باسمي واسم مجلس أم الذيبان المدني، نشكر جميع من حضر في هذه الدعوة من العشائر والأجهزة الأمنية وجميع المكونات من عرب ويزيدية، وكما نشكر اليبشة لجهودي من جمع كل المكونات، ويجب تكاتف من أجل استقرار وأمن المنطقة والقضاء على الفئات المتمردة التي تريد زرع الفتنة بين المكونات وخراب المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله. ونشكر السيد مثلك صالح بإلقاء كلمته. وفي النهاية ندعو الآن السيد خضر حاجي ميرزا، فليتفضل بإلقاء كلمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدستورنا بأخذ حياكم الله من مكانكم ملقاكم. إخوة الضيوف الأعزاء من جميع المكونات اللي موجودة، العربية واليزيدية والتركمان، أهالي الأحفر الأعزاء، احنا كلنا أخوة وإيد بإيد إن شاء الله، وسائرين على نهج الشهداء. احنا بالنسبة لنا أهالي سنجار لا يفرقنا إلا الموت، كعشائر يزيدية وعربية وتركمانية. نرحب بالضيوف الكرام وندعوكم على مادبة الغداء، وحياكم الله وشكرا جزيلا.
باسم الخالق العظيم وبه نستعين بالوحدة والتكاثف نقضي على المؤامرات الجديدة. معا قضينا على فيروس داعش، ومعا سنقضي على الفيروسات الجديدة. عاشت سنجار عراقية بعيدا عن السياسات المتطرفة. بيان باسم عشائر سهل نينوى وقضايا الافر وعشائر سنجار، نعلن لجميع العراقيين الشرفاء باننا نرفض كل بنود الاتفاقية جملة وتفصيلا، كون الاتفاقية قد تم إبرامها بدون إشراكنا وعلمنا بهذا القرار المجحف بحق أهل المنطقة. ونعتبر أن أهل المنطقة أي سنجار تعاونها وتقاسمها مشترك في جميع المجالات التي تخص المنطقة، ونحن نعمل أساسا على التعايش السلمي بين جميع المكونات الموجودة في المنطقة، ونحن من نقوم بحماية مناطقنا، ولسنا بحاجة إلى جهات خارجية لحمايتنا. كان من الأفضل أو الأجدر قبل هذه الاتفاقية أن يعملوا على موضوع فتح المقابر الجماعية وعودة المخطوفين والمخطوفات وإعطاء حق الشهداء إلى أهاليهم وأبعاد عودة النازحين على الصراعات السياسية. شكرا لحضوركم باسم عشائر سهل نينوى وتلافار وقضاء سنجار، شكرا جزيلا.